رائعه وهيفوتوا كتير اللي مش هيشوفها. افلامه وشركه الافلام القصيره والتسجيليه اللي عملها، غير كده احنا بنعمل شغلنا. ألف مبروك رئاسة المهرجان. أهم تحدي بتواجهه في الدورة دي؟ كمان أول دورة أعتقد. لو قلنا تحدي، هو يعني بالتأكيد كان دي الوقت، يعني يعني أنا تم تكليفي برئاسة المهرجان في شهر أكتوبر، فيعني كان لازم أبدأ شغل من نوفمبر، يعني 4 شهور، فده في الإعداد وتنظيم مهرجان دولي عدد قليل من الشهور، يعني الوقت ضيق، فده أهم تحدي بصراحة. الحاجة التانية إنه التواصل مع العالم كله بقى، سواء صناع أفلام أو لجان تحكيم، ليس سهلا في ظل إن فيه وباء عالمي، يعني مخلي الناس بتخاف تسافر، بتخاف تتحرك كتير، مش براحتها زي الأول. هي دي الحاجات اللي العالم عايشها. يعني غير كده إحنا بنعمل شغلنا كما ينبغي، ما بنقبلش الوسط، عايزين نوصل لأحسن جودة في كل حاجة، مش بس في مستوى الأفلام وفي التنظيم كمان. عايزين نتكلم عن المكرمين وعلى أي أساس تم اختيارهم؟ معلش يعني مكرمين على اساس ايه تم اختيارهم؟ منهم مهمين. طيب يعني ما هو مهمين كتير، احنا بنختار ناس بعينها ليه؟ صح يا راجل؟ تمام. بنتكلم عن المكرمين وتحديدا ليه تم اختيار اسامي بعينها يعني. احنا عندنا السنه دي مكرمين، بنكرم شخصيتين هامتين، الأستاذ خيري بشارة المخرج الكبير طبعا، واللي هو معروف عند ناس كتير طبعا، لأنه كمان الناس بتألفه لما تشوفه ساعات بيمثل أحيانا في الانترفيوز اللي بيعملها، بس يمكن كتير ما يعرفوش أن أستاذ خيري هو بدأ أصلا بالأفلام التسجيلية قبل ما يعمل أفلام روائية طويلة، فعلاقته بالفيلم التسجيلي علاقة قديمة جدا يعني، وهي مهمة في حياته لدرجة ان هو عامل كتاب عن تجربته التسجيلية واللي احنا هنطبعه في المهرجان يعني. فهو يعني عنده خبرة كبيرة ومكانة حتى في السينما التسجيلية قبل الانتقال للسينما الروائية الطويلة، فلهذا السبب بنكرم أستاذ خيري بشارة. التكريم الثاني المخرج تسجيلي هام جدا، يمكن ناس كتير من الأجيال الجديدة ما تعرفش عنه، الأستاذ عواد شكري، وهو أحد أبناء المركز القومي للسينما اللي هو الجهة اللي بتنظم المهرجان، واللي هو أفلامه وشركة الأفلام القصيرة والتسجيلية اللي عملها شاركت في مهرجانات كبيرة عالمية وأخذ جوائز. فمهم كان إنه الناس ما تنساش إنه حجم الإنجازات اللي الناس دي قدمتها. سؤال عايز إجابة صريحة منك، إخراج دلوقتي بإيه؟ الإخراج بإيه؟ بالواسطة ولا بالمحسوبية ولا بالمعايير؟ لا مش علاقة بالمهرجان. بس أنت كمخرج كبير يا أستاذ سعد دايما بتكلم عن المهرجان دلوقتي. بس. طيب الأفلام التسجيلية شايفها ممكن تبقى في يوم من الأيام لها نفس الجماهيرية بتاعت الأفلام التجارية؟ ممكن، بس هي الأفلام التسجيلية مكانها محطات التلفزيون مش دور العرض، يعني انه فيلم تسجيلي بتعمله في محطات مفترض تشتري حق عرض الفيلم ده وتتعرضه، ودلوقتي تطور الموضوع بقت منصات بلاتفورمز، فهو مش مكانه ده. في بعض الدول بتعرض احيانا في دور العرض، ولكن هو القناة الشرعية لتسويق الفيلم القصير هي قنوات التلفزيون اللي بتشتري، مش عايز تاخد الفيلم مجانا تعرضه، تشتري الافلام التسجيلية، ودلوقتي المنصات اللي بتعرض افلام تسجيلية. مستوى الافلام شايفه ازاي؟ الافلام في المهرجان رائعة وهيفوتوا كتير اللي مش هيشوفها. قلنا لك التوفيق وان شاء الله.